بحسب تقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية، فإن هذا المكان واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم. بنبان، محافظة أسوان، أقصى جنوب مصر والصعيد، وبها كان قرار إنشاء هذه المحطة العملاقة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم للطاقة الشمسية. نقلة نوعية تشهدها مصر في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال هذا المشروع بقدرة 1465 ميجاوات وبتكلفة وصلت إلى 4 مليارات يورو، لتلقب أسوان من خلاله بعاصمة العالم للطاقة الشمسية. تمثل محطة بنبان للطاقة الشمسية خطوة هائلة في مشوار تنمية الصعيد وتحسين مستوى المعيشة به، تسهم في توفير 6000 فرصة عمل في التشغيل، وتم تخصيص 20% من أرباح المشروع للمسؤولية المجتمعية، كما تم تحويل المدرسة الثانوية الصناعية ببنبان إلى مدرسة للطاقة الشمسية لتضم كافة حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها. مشروع بنبان للطاقة الشمسية مقام على مساحة 37 كيلومتر مربع، بما يعادل 8843 فدانا، يضم 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء و40 محطة شمسية فرعية. ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، ما يعادل 90% من الطاقة التي ينتجها السد العالي. ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200,000 لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة. ولتميز مشروع بنبان وتفرده على المستوى الدولي، فاز بالعديد من الجوائز الدولية والإقليمية كأفضل مشروع بالعالم لتطوير البنية التحتية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.